بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أعظم المنجيات الصدق مع الله، وهذا هو المقصود من الحديث كله، لأن العاقل إذا رزقه الله فهم الوحي ماذا يفهم؟ هذا رجل قليل الفقه، بدليل أنه أمه على الباب 3 مرات ويقدم عليها صلاة النافلة، واجتمع عليه أمران. الأمر الأول تتعرض له امرأة حسناء وتهبه نفسها، وهذه فتنة، وأي فتنة. والأمر الثاني أن أمه وهي أبر الخلق به دعت عليه، لم تدعو له، دعت ماذا؟ دعت عليه، فاجتمع عليه دعاء الأم ورؤية بغي حسناء لا تبالي بالفاحشة وقلة الفقه، ومع ذلك هذه الثلاثة نجاه الله، لم يقع في الفتنة. نجاه الله لماذا؟ لا لفقهه ولا لدعاء أمه ولا قطعا صنيع البغي، لأنه كان صادقا مع من؟ مع رب. إن من أعظم ما يمكن أن تسأله ربك أمرين: الصدق والتقوى. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كمان الصدق مع الله أعظم المنشيات، فإن الكذب على الله من أعظم المهلكات، فإن الكذب على الله عياذا بالله من أعظم المهلكات.